تقنية 8 points lift لشد البشرة في عيادة كايا للتجميل. تعرفون أني أنا دايماً أتواصل وياكم على الإنستغرام، ودايماً يوني بنات ويسألوني عن أشياء ودايماً أساعدهم وأجاوبهم. لكن اليوم عندي موضوع جديد. اليوم أنا جايبة رشا وياي، تعرفت عليها على الإنستغرام وتواصلنا مع بعض، وكانت تبى حل للدبل تشن. رشا شو رأيك أني أنا اليوم جايبتلك هني عشان ندور هالحل؟ فأنا اللي أكشلي عطول بتواصل معك، وريلي ذس تايم أم ريلي إكسايتد، لأن يوجولي ما كتير بحب أعمل قصص، بس هالمرة really I'm feeling يعني comfortable و I have يعني I need to do contouring double chin, so hopefully everything will be on the right track. جاهزة حق النتيجة؟ جاهزة. تمو ويانا وبتشوفوا النتيجة إن شاء الله عقب شوي. وأنا الحين موجودة يا دكتور محمد، وبنخبركم عن البروسيس اللي بنسويه على رشا. يا مرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا. اول شيء حاب اني ارحب فيك في برنامج مسيون، ونحن دائما نسعى لكل شيء جديد في عالم الجمال والموضه. فانا اليوم جبت رشا عندك لان ثقتي كبيره فيك، واعرف انك بتعطينا نتيجه وايد حلوه. شكرا جزيلا. خبرنا اول شيء دكتور، شو اللي بتبدا فيه بخصوص ان رشا محتاجه ان نشيل لها الدبل تشن ونشد شويه وياها ونسوي لها اضافات بالفيلرز، فبس خبرني كيف بيكون البروسيجر في البداية. تمام. في البداية عايز أقول إن في علامات معينة لتقدم السن على البشرة. أول حاجة الطبقة السطحية اللي في الجلد بتتأثر وتبقى أرفع، الخلايا الصبغية بتتأثر ويبتدي يظهر البقع على سطح الجلد، الشعيرات الدموية اللي تحت سطح الجلد برضو بتبقى أضعف ويبتدي يظهر بعض الشعيرات الدموية اللي هي تحت الجلد بتبان، الجلد بيبتدي يفقد رطوبته ويبتدي يظهر فيه التشققات أو التجاعيد، الخطوط الرفيعة والتجاعيد الرفيعة. الحاجة الأهم إنه مع تقدم في السن أو في بعض الناس لما بتبتدي تفقد وزن يبتدي طبقة الدهون اللي تحت الجلد كمان تتأثر في بعض الأماكن، ويبتدي يظهر التهدل أو يبتدي يظهر التساقط أو سقوط شوية في البشرة لأنه فقد الدعم أو السبورت بتاعه. الحاجة الثالثة إنه العضلات كمان بتضعف ويبتدي برضو يحصل تساقط في الوجه، ويبتدي يظهر المنطقة أو المنطقة السفلية من الوجه تبقى أعرض، والخدود منطقة الخدود تقل، وفي السن الكبير بيبتدي العظم كمان يتأثر. فالعلامات تقدم السن مش فقط في الجلد لكن في كل الطبقات، سواء كانت الدهون أو العضلات أو العظام، اللي كل ده بيدي سبورت للوش. في بعض الناس حتى مش مع تقدم السن بتشتكي من اللور فيس، سواء كان الدبل تشين او حتى منطقه التشين نفسها، الدقن ساعات ما بيبقاش فيها جود بروجكشن، وهنا بيبتدي نختار العلاج المناسب اكتر للحاله دي اكوردنج للمعطيات او الحاجه اللي هي اكتر حاجه بتشتكي منها. ودي حاجه مهمه جدا ان احنا دايما نهتم بالحاجه اللي هي بتشتكي منها او الحاجه اللي هي بتلاحظها، وبعد كده لما بنقابل المريضة بنشوف ايه اللي ممكن يحسنها. مش لازم يكون اللي يكون يحسنها في نفس المكان، يعني ممكن يكون ان احنا محتاجين نعمل رفع مثلا في منطقة الخد، تمام، عشان نقلل مثلا الخطوط اللي هنا. عادة في منطقة الدبل تشين في حاجات كتيرة ممكن تساعدنا. في الفيلر، الناس اللي ما عندهاش منطقه الدقن، منطقه الدقن بيبقى مسطحه شويه، ممكن الفيلر يساعد ان احنا نعمل شويه انتيرير بروجكشن للجو لاين. ممكن الناس عندها اللي بنسميه البريجول سالكس، الحته دي اللي هي بتبقى فيها تساقط شويه والحته دي بتبقى داخله لجوه، برده ممكن الفيلر يساعد هنا. ممكن الفيلر كمان ان يساعد في منطقه الجو لاين ان احنا نعمل شد للمنطقه السفليه. في اجهزه ثانيه زي ال بتعتمد على الالترا ساوند او الانفراريد والراديو فريكوانسي، الاجهزه دي بتساعد على شد الجلد لانها بتحفز الالاستين والكولاجين انه يتكون وبالتالي الجلد يشد. وفي منطقه الدبل تشين ممكن نعمل حقن لاذابه الدهون وشد الجلد. فاكوردنج للحاله ممكن توتيلر، يعني بنفصل العلاج على الحاله، الحاجه الاكثر اللي هي ممكن تساعدها فيها.
في حالة رشا الحين شو اللي هي محتاجت لنا وشو اللي بتسوي لها اياه؟ تمام. رشا المشكلة عندها هي منطقة الدبل تشين والجو لاين، هي محتاجة تحديد لمنطقة الجو لاين وتقليل للدهون في منطقة الدبل تشين. الحلول المتاحة هي الحقن في منطقة الدبل تشين لإذابة الدهون وشد الجلد، أجهزة زي الانفراريد والراديو فريكونسي لمنطقة الجو لاين والدبل تشين برضو عشان نحفز الإلاستين والكولاجين ونشد الجلد أكتر، ودي عادة بتتعمل جلسة كل شهر على مدى 4 جلسات، وممكن نساعد كمان بالفيلر والبوتوكس. الفيلر شويه بروجكشن، ادي شويه بروجكشن للشين ويحسن حته اللي هي البريجول سلكس عشان يشد او يحدد منطقه المندبل او الجو لاين، وكمان البوتوكس ممكن يستخدم لتقليل حجم العضلات شويه فيديها شويه البشره ممكن تكون تبان اصغر او اضعف. دكتور انا ما اقدر اتريا لين ما اشوف النتيجه، بخليك على راحتك الحين عشان تشتغل على هيركيس وبنشوف النتيجة عقب. شكرا مرسيا. منطقة تحت الدقن أو منطقة الدبل تشين هنعمل 3 حاجات، هنعمل حقن لإذابة الدهون وشد الجلد، هنعمل تحفيز للإلاستين والكولاجين لشد الجلد لتحديد الفك السفلي وتقليل أو شد الجلد في منطقة الدبل تشين. الحاجة الثالثة هنعمل فيلر للدقن، هنعمل فيلر لتحديد الفك السفلي، وهنعمل فيلر لرفع عظمة الوجنتين أو رفع الخدين. هنبتدي النهاردة بالجهاز لشد المنطقة السفلية من الوجه ومنطقة تحت الدقن، وبعد كده هنعمل الجلسات للحقن إزالة الدهون والفيلر لرفع الخدين وتزويد أو تقديم منطقة الفرق بقى واضح ما بين الجنب اليمين والجنب الشمال. دلوقتي احنا دلوقتي اشتغلنا على الجلد، عملنا شد للجلد وتسخين تحت الجلد لتحفيز الإلاستين والكولاجين. الفرق بيبقى واضح من اول جلسة، مش النتيجة التراكمية اللي بتظهر بعد تالت جلسة، لكن نتيجة التسخين الدايركت على الجلد بيحصل شوية ارتشاح وشد للجلد مباشر بيستمر لمدة 10 أيام، وبعد كده النتيجة التراكمية بتظهر خلال جلستين او 3 جلسات. الجزء التاني من العلاج ان احنا هنبتدي الجنب الشمال او في منطقة برضو اسفل الوجه ومنطقة تحت الدقن، وبعد كده هنعمل الحقن لإذابة الدهون. يعني احنا بنتعامل مع كل الطبقات، وليتر في الاخر هنعمل الفيلر لتقديم منطقة الدقن وتحديد الفك السفلي. دكتور ممكن بس بند ال تمام تفضل. يس اوكي احنا خلاص خلصنا الجنبين من الخد، وزي ما قلنا ان احنا اشتغلنا النهاردة على الجلد. الحاجة التانية او الخطوة اللي جاية ان احنا نشتغل على الدهون اسفل الدقن عن طريق حقن على مدى 4 لـ6 جلسات لإذابة الدهون وشد الجلد برضو في المنطقة دي، وفي النهاية هنعمل الفيلر لإضافة تقديم شوية لمنطقة الدقن ومنطقة تحديد الفكين. النتيجة واضحة 100%. مستانسة رشا صراحة، قلت لكم اني انا ما ايبكم كان الا ضامنتنا صراحة، اقدر اشوف الفرق الحين، وانصح كل وحدة انها تجرب هاي التجربة اذا كانت تعاني من نفس المشكلة.